السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو نتكلم شوية على بطاقة رودو باي. ما هي هذه بطاقة رودو باي؟ ما هي استخدام تاعها؟ هل نقدر نشي من عبارة الإنترنت؟ هل نقدر بها الترويج أو نشحن بها التيك توك أو نسحب بها الأرباح؟ هل نفعل بها او تفعيل باي بال كلي او جزئي؟ ان شاء الله في هذا الفيديو نعطيكم كل شيء بالتفاصيل باش تكون على بالكم وباش ما تقعوش بعض الاخطاء في هذه البطاقه. مهم خوتي قبل نبداو في هذا الفيديو، بارك الله فيكم جزاكم الله خير، وصلوا الى 39 الف مشترك جزاكم الله خير والحمد لله والشكر لله، ونشكر الى المتابعين او غير المتابعين لدعمنا، وان شاء الله نوصل الى 100 ألف مشترك باش نجيبوا درع الفضي بحول الله. نبداو عربكة الله. ما هي هذه البطاقة؟ هي بطاقة افتراضية وليس بلاستيكية. كما احنا في الجزائر خاوتي ما تقدرش دوموندي بطاقة بلاستيكية مهما كانت بطاقة، وبطاقة هذه لوتوباي خاوتي فيها بطاقة بلاستيكية في بعض البلدان وليس في الجزائر. ولا عندك واحد تعرفه في اوروبا ولا في امريكا ولا في كندا ولا في اي بلد، يقدر يدوموندي لك بالعنوان نتاعو ونهار يجي تزاي يجيبها معاه هذه البطاقة ردو باي. حنايا البطاقة البلاستيك خاوتي ما نحتاجوهاش في الجزائر على ما عدا الصرف الالي اللي خرجنا بالعملة تاع اليورو ولا بالدولار، ما عدناش، احنا عدنا بالدينار الجزائري. هذه البطاقة خاوتي هي بطاقة افتراضية فيها الحساب البنكي تاع بطاقة ردو باي، وكذلك دعم جميع العملات الرقمية سواء كانت USDT أو باينس، عفوا USDT بيتكوين إثينيو وعملات أخرى. وكذلك تقدر استقبال الأموال عن طريق الاي دي خاصة بها أو عن طريق رقم الهاتف أو عن طريق جيميل، معنى ثلاث طرق تقدر استقبال الأموال أو العملات الرقمية المشفرة على بطاقة ردو باي. ثاني، تقدر تسحب بها في جميع المنصات لدعم ردو باي وإرسال إلى جميع المنصات، هذه تكون على بالكم خاوتي. تقدر تشري بها من علي إكسبريس، من أمازون، من علي بابا، وكذلك تقدر تشحن بها ألعاب سواء كانت بابجي، فري فاير وآخرها. وكذلك تقدر تدير بها ببليسيتي في الفيسبوك، ببليسيتي في انستغرام، ببليسيتي في اليوتيوب، وتقدر بها عدد من المجالات. وكذلك نأكد عليها خاوتي مليح وزيد نأكد عليها مليح، هذه البطاقة ردو باي مؤخرا دارت التحديث الجديد تفعيل باي بال تفعيل كلي. قبل ما يديروا التحديث الجديد ولات ما تفعلش كلي، تفعيل جزئي، ودركا تفعيل كلي، معناها تقدر تحويل الدولار او تحويل الارباح من الباي بال الى ردو باي. وكذلك نشحت خاوتي وسقسيت اللي عندهم الدولار في الباي بال ومن بعد حولوها الى ردو باي، معناها تقدر تفعل باي بال ببطاقة ردو باي تفعيل كلي. معناها اللي عندهم الارباح في تيك توك بيطا، روح افتح حساب باي بال ودوموندي بطاقة ردو باي، تفعل بها الباي بال وتسحب الارباح بدون اي مشاكل. كذلك هذه البطاقة راها منافسة مع الوايز، معناها دركا عفوا اخوتي راها بطاقة رودو باي وبطاقة وايز راهم دايرين منافسة بين هذو البطاقتين، معناها دركا راها بطاقة رودو باي راه تدي على الوايز، معناها دركا راهم كيف كيف سما كيف كيف، بطاقة رودو باي وبطاقة وايز راها تقريبا كيف كيف. دركا الوايز راه فيها بعض المشاكل في إثبات الإقامة، وكذلك إذا كان عندك مبلغ أكثر من 200 أورو في وايز يتم حجز الأموال في بنك الوايز، معناها ما تكثروش دراهم في بطاقة وايز وبطاقة ردو باي، معناها
تحول منه اسحب منه، تحول منه اسحب منه، ما تخليش درهم سواء كان لا باي بال لا ردو باي، خليهم في منصه باينس ولا تحولهم الى باريديمو باش تضمن دراهمك باش ما يروحش في باطل. تقول لي حبيب بطاقه ردو باي نقدر ندير بها التداول، تقدر تداول بها، تقدر تخلص بها تاع التداول عادي بدون اي مشاكل بدون حظر. معناها علاش بطاقه ردو باي راه تدعم العملات الرقميه، معناها تدعم USDT إيثيريوم بيتكوين، معناها هذه بطاقه تدعم التداول، معناها تدعم منصه التداول، معناها تسحب بها وتقدر دير بها ايداع. هذه ردو باي. كيما وايز، لا وايز ما تدعمش المنصات التداول. الى درت نتايا المعلومات على البطاقه تاع وايز في التداول سيتم حظر بطاقتك نهائيا، معنى حذر ثم احذر، معنى بطاقتك ديرها ضروريا، ديرها ضروريا، معنى تشري بها من علي اكسبريس، من امازون، من علي بابا، ببليسيتي، في الفيسبوك، في اليوتيوب، في الانستغرام، تشحن بها تيك توك، دير بها خدمات، ربي يسهل عليك. مهم ما تدخلهاش في التداول، اذا دخلتها في تداول الوايز سيتم حظر بطاقتك نهائيا. كما بطاقة ردو باي تقدر تدخل بها في التداول، تسحب بها الارباح، دير بها ايداع، دير بها خدمات، جميع الخدمات على التداول. هذه بطاقة ردو باي، وان شاء الله نديروا عليها فيديو، نديروا مقارنة ما بين وايز وردو باي، نشوفوا مقارنة، نشوفوا العيوب تاعها، نشوفوا العمولات شحال يدو في الشهر، حق التحويل شحال يدو. ان شاء الله ندير عليها فيديو كامل، وكذلك ندير لكم فيديو شحال الخصم او شحال التحويل ما بين الباي بال الى بطاقة ردو باي، وكذلك ندير لكم فيديو اخر كذلك من باي بال الواي شحال يدو من العملة او من التحويل. ان شاء الله ندير لها فيديو بحول الله في اقرب الوقت. مهم اللي عنده اي مشكله ولا عنده استفسار خلينا التعليق اسفل الفيديو، ولا تواصل معنا عن طريق الواتساب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.